تعلمت أن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، وكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور. وهناك عبارات جميلة جدا كثيرة يعني نصورها موزعة. نعم. طبعا أعضاء مجموعة طلال أبو غزالة بحدود 28 عضوية عضو فيها. ف صحيح إنه معجم يعني نقدم معجم حقيقة في هذه الندوة. فهذا الأستاذ بين يديكم ومطلوب شكرا على هذا التقديم السخي. أنا أقول أني لست محاضر، كلكم أساتذتي وكلكم أكثر مني علما ومعرفة. أنا هنا أريد أن نكون في جلسة حوار وليس في محاضرة، كل واحد فيكم يستطيع أن يحاضر علي ويعلمني وأستفيد من علمه. ولكن أريد أن أطلق بعض الإشارات الاستفزازية كبداية للحوار، وعلى هدف أن أنقل لكم رؤية خارجية، رؤية غير أردنية، يعني ما أتيح لي من خلال احتكاكي ووجودي في كافة المنظمات والمؤسسات العالمية وبصورة مستمرة ومتابعة. أولاً، أكذوبة أن الأزمة الاقتصادية العالمية انتهت. الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت، ما قد انتهى هو الأزمة المالية والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية، وممكن أن ندخل في نقاش ذلك أو في تحليله إذا حدا مش مخلص. لأنني أريد أن أوضح أن هنالك فرق بين الاقتصاد الحقيقي وهو الاقتصاد المنتج وبين الاقتصاد الموازي، واللي حتى نسميه virtual economy، واللي هي الافتراضية، الاقتصاد الافتراضي. ولذلك ما يشاع في الغرب من أن الغرب خرج من الأزمة هو عملية تجميلية، عملية تسويقية لحل المشكلة التي بدأت الآن تعاني منها الدول التي تدعي أنها خرجت من الأزمة. النقطة الثانية أن أزمة الديون انتقلت من القطاع الخاص إلى القطاع العام، لأن الدولة اشترت الديون واضطرت أن تقترض لتسلف، وبالتالي أصبحت المشكلة مشكلة حكومات. أنا أتكلم عن العالم ما يسمى المتقدم أو العالم الغربي وهو المسؤول عن هذه الأزمة. النقطة الأخرى التي أريد أن أضيفها أن آثار الأزمة ستستمر مرة أخرى في العالم الغربي إلى سنوات طويلة لا تقل عن 10 سنوات، لأنها لن تحل إلا من خلال إعادة هيكلة النظام الاقتصادي الغربي. إحنا نتذكر الخواجة جايتنر طلع قبل 6 شهور وحامل معه برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وهلهلة الدنيا، ثم وضع في الأدراج وأخرج الأسبوع الماضي فقط، وتقدم به أوباما لمناقشة بإصلاح النظام الاقتصادي. إصلاح النظام الاقتصادي يعني فرض سيطرة من الدولة أو رقابة على الأقل على المؤسسات المالية. الاقتصاد قوي جدا في أمريكا، أسقط 3 رؤساء جمهورية حاولوا يغيروا النظام المالي. راح يلعبوا لعبة جديدة جماعة وول ستريت بأنه قالوا موافقين إحنا نحتاج إلى إصلاح بس ناخده بند، فنبدأ الآن بقضية الدريفاتيفز، وأرادوا أن تكون أول بند على جدول الأعمال هو المشتقات. وما أدراك ما المشتقات؟ المشتقات كما قدرها البنك اوف انترناشنال سيتلمنتس اللي هو احدى منظمات البنك الدولي، قدرها بنصف تريليون، كوادريليون، نصف كوادريليون، والكوادريليون هو 1000 تريليون. فانت تتكلم عن شرباكه لا يستطيع ان يحلها ولا ان يخرج منها، لا السنت ولا الكونغرس ولا جايتنر ولا اوباما. عمليه معقده جدا. خلينا ندخل اول شيء في اصلاح مشكله الديريفاتيفز واللي هي كانوا يسموها الإبداع في سوق المال الأمريكي، يعني هذا كان الكرياتيفيتي أو فاينانشال ماركت.
واللي هي كما سماها وارن بافيت أوراق من لا شيء إلى لا شيء تحمل لا شيء، كلها حسب اللي هو تعرفوا وارن بافيت أغنى رجل في العالم قال إنها كلها أوراق ما لها أي قيمة، من شخص بعطيها لا يملك قيمة إلى شخص أخذها لا يملك قيمة وفي ورقة لا قيمة لها. فكيف ستحل هذه المشكلة هذه قصة عويصة؟ المهم أنا أقول أننا أمام مرحلة طويلة. أنا أتكلم ما زلت عن الغرب، حقيقة جديدة تغيرت، أن كل عمرنا بنقول إذا أمريكا عطست العالم يصاب بالإنفلونزا وبش لا بيض الله وجهه السابق الأخير قال قبل في آخر خطاب له لن نسمح للعالم بأن أي دولة بالعالم أن تستفيد من هذه الأزمة، نحن فيها جميعا ويجب أن نخرج منها معا. جاء أوباما وقال مقولة جديدة هامة جدا، وهي أن ازدهار الانتعاش الأمريكي يعتمد على ازدهار الصين. هذه نظرية جديدة، أنه أمريكا الآن حتى تنتعش يجب أن يزدهر دول أخرى وليس العكس، وهذه مش مني، هي مقولة أوباما. الآن نحن أمام عالم جديد مختلف بمعاييره. أنا لا أحب أبدا أن أستعمل كلمة العالم النامي والعالم المتقدم، لأنه ليس هنالك في هذا القرن هذا التسميات غير واردة. العالم متقدم بدرجات متفاوتة، دول متقدمة في بعض المجالات على دول أخرى في بعض المجالات، ما فيش دول متقدمة. هذا التقسيم التقليدي أصبح صعب، يعني هل نسمي الصين دولة نامية ولا الهند ولا السعودية ولا الأردن؟ ما بعرف، يعني أنا بالنسبة لي التعريفات هذه أصبحت غير صحيحة، ودرجة التقدم مختلفة من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد وفي قطاع إلى قطاع. ما أريد أقوله أيضا أن أمام سعر نفط، وأنا أتكلم وأستاذنا الكبير دكتور علي عتيقة هنا وهو يعني أستاذنا في كل شيء. النفط أنا في تقديراتي وفي اجتهاداتي دائما وفي كل لقاءاتي أقول أن سعره العادل فوق $100، وأننا مقبلين على سعر $100 قبل نهاية العام، ولا علاقة لا بمقررات السوق ولا بالبيع ولا بالشراء في هذا التسعير. أيضا أريد أن أستفز بموضوع العملة، لأن أقول أننا أمام عملة دولية واحدة تشبه ما يسمى بالحقوق السحب، وأن الدولار لن يستمر كعملة أساس وحيدة، وسينشأ وسيضطر العالم، وهذا في مصلحة أمريكا. مراكز أبحاث أمريكية كثيرة تنادي بوجود عملة حتى لا تكون أي ضربة تقضي على أمريكا لأنها العملة الأساس. فنحن أمام توجه، الآن كما نعرف إحنا 30% من السوق العالمي يورو، وكما نعرف أيضا أن الصين اخترعت سوق خاص، بدأت تعاملات ثنائية مع جنوب أمريكا ومع أفريقيا بحيث تتعامل بعملتها، تعطي القرض بعملتها، يسدد بعملتها وتشتري بعملتها، فخلقت سوق مالي لعملتها الخاصة. الصين كما قلت، واليوم ثارت ضجب في مقابلة طويلة صفحة كاملة في الشرق الأوسط، أن الصين هي السوق المستقبلي وليس السوق الغربي. أنا كنت في الصين في زيارة، والعجيب في أحد المعابد اللي عمره 5000 سنة مكتوب كل الخير يأتي من الشرق وليس من الغرب، يعني هذه من 5000 سنة. ومراكز دراسات أمريكية كثيرة عندي طلعت درستها تقول بأن الثروة ستتجه من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق. فقلت أن مستقبل السوق الحقيقي لنا في المنطقة والعلاقة المفيدة هي في المنطقة المنتعشة.